يا دكتور انا خايف ان انا اعمل العينتين مع بعض، خلينا نعمل عين وبعدها العين التانية بعدها باسبوع لما اتاكد ان العمليه نجحت. طبعا الكلام ده مردود عليه. يعني انا شطابه؟ تدري يا سواق انا شطابه ليه بقى؟ لان عمليات تصحيح الابصار يا جماعه زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت نسب النجاح بتاعتها 95 لـ98%. ملايين ملايين الناس على مستوى العالم عملوا العمليات دي ونسب نجاحها عالي. طبعا بنسمع من آن لآخر أو بنشوف حتى مرضى بيحصل عندهم مضاعفات، لكن زي ما قلنا المضاعفات دي قابلة للعلاج. فمفيش حد بقى دلوقتي بيعمل عين وبعدها في فترة العين التانية. وصحيح المثل قال اسأل مجرب ولا تسألش حكيم. الأسهل في أن أنا أعمل العينتين في نفس الوقت، القصة كلها 10 دقايق 15 دقيقة بدون ألم، تحسن سريع، أقدر أسوق سيارتي وأرجع لشغلي وأتفرج على الماتشات بتاعتي اللي أنا بحبها. بين الأهلي والزمالك محتارة والله، حب الأهلي والزمالك حيرني والله. أنت أهلاوي أنت زملكاوي. عيش حياتي إنسان سليم، عينتين مفتح بيهم، شوف الدنيا بشكل جديد. العينتين بيتعاملوا في نفس اليوم، مش محتاج ان احنا نفرق بينهم وبين بعض. دمتم سالمين.